فضيلة الشيخ، إنني في العام الماضي ذهبت أنا وزوجتي لأداء مناسك العمرة، والحمد لله بعد أن قمنا بأداء مناسك العمرة بمكة المكرمة ذهبنا إلى المدينة لمدة يوم واحد، يعني ذهبنا في الصباح وعدنا في المساء، ولكننا ونحن في العودة من المدينة وبعد أن قمنا بالزيارة ركبنا النقل الجماعي ولم نحرم مرة أخرى، حيث أننا لا نعرف هل نحرم أم لا ونحن في العودة إلى مكة المكرمة مرة أخرى، فهل علينا شيء؟ ليس على الإنسان إحرام إذا أدى العمرة الواجبة وهي العمرة الأولى، فإذا أدى العمرة الواجبة وهي العمرة الأولى وعاد إلى مكة من قريب أو بعيد بعد مدة طويلة أو قصيرة فإنه لا يلزمه الإحرام، حتى لو بقي عن مكة سنوات وعاد إليها لزيارة أو دراسة أو ما أشبه ذلك فإنه لا يلزمه الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله الأقرع بن حابس عن الحج أفي كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. والعمرة كذلك، العمرة الواجبة مرة، فما زاد فهو تطوع. نعم.